مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامجكم اليومي ميديا تولك عبر قناتكم جلدي زد، البرنامج اللي من خلاله في كل مرة نسلط الضوء على أبرز الأخبار، صور وفيديوهات وحتى تفاعلاتكم مع هذه الأخبار اللي تصنع الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي باختلافها وتنوعها. إذا مشاهدينا، البداية راح تكون لحاجة تدعى جهاد بطو المدعو بأم سهي تصنع الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ختمها للقرآن في سن 78 سنة تحصل على شهادة التخرج في سن 80. نشوف الفيديو ولا نعودة. سنة مفتوحة، تخرجت من الجامعة ولبست الرأب ولبست الطفلية الحمد لله. لما ختمت القرآن كان عمري 78، إن الله أنطان عمر بدي أخذ الأم اي وأخذ الدكتوراه بإذن الله إن شاء الله. كما شفتم مشاهدينا، الحجة أم سهيل لا تعرف المستحيل لترفع طموحاتها مستقبلا لنيل شهادة الدكتورة. عملت جولة على التعليقات كما إكرام اللي قالت: ما شاء الله عنك يا حجة، أنت قدوة في المثابرة والعوم والتصميم، الله يعطيك الصحة والقوة على الاستمرار. وأيضا زهرة اللي علقت: العمر مجرد رقم، الإرادة تتحدى الصعاب وتصنع المستحيل. ومروة اللي قالت: ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يعطيك الصحة يا رب وهنيئا لك. وعبود اللي اكتفى بقوله: كل الاحترام، العمر مجرد رقم فعلا، لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة. نروح مشاهدينا وإياكم إلى فيديو آخر لموال جزائري يصنع الحدث. في فيديو يكشف المستور يقول أنه أسعار الأضاحي في ارتفاع كبير وبهذا بسبب الموالين. نخليكم تشوفوا الفيديو. كل الماكلة اللي طلعت زوين حق اللي يضرب قليلا ما يعيد. ما تقولوش الماكلة هذا العام. جيد صلى على محمد. جيد الزوج ملين على عملي فيه. سلعة الميال ونخشينا زيدة. نخشينا زيدة الملين. ها؟ وين دار الميال؟ صدقني صدقني قذر بين زوج ملين ثلاث ملين في الراس. وراني موال مش نهضر هكذا. شارينه ب 25 100 في اكتوبر. باعوه ب 65 ما كل مليون ضرب 3 ملايين زدنا 500 ضرب 25 100 علاه ما تقروش موال راني موال راني موال الحمد لله هاي كارت موال يا محمد موال هذا راح موال يا محمد والله موال وتاجر بالوثائق ثاني هاي كارت موال يا محمد 25 100 شاريه ب 25 100 ماكل مليون 35 بعنا ب 58 بعنا ب 63 الان نبيعوك ب 64 ارحم يا محمد والله يا اللي مربيين المال هذه الايامات كي نهضروا معاه يقعد يقول لك انت بيه ضرب زوج ملايين ثلاث ملايين في الراس. انت دي غم مليون في الراس. لا لا هنا يا ولاد نايل يا محمد راني نايل يا. لا انت غم مليون في الراس. ها؟ مليون قسما عظما قال لك خرطار ب 15100. يا محمد راكم موالة ولا لا؟ والله بي 50 مليون. اللي قال لك الراس ياكل 500 الف في العام عرف المعسوق على المقع قال قلت 50 مليون قلت ياكل مليون قلت له في توبه نقول ياكل مليون يا عدل مليون يعطوا له رطل يعطوا له رطل ب 2500 75 الف للشهر 75 الف 10 شهور ب 7 10 شهور ب 750 الف 50 الف دواء و 200 الف راعي مليون يا ياكل رطل يا محمد يا موال واش ياكل يقول لك ياكل واش اسمع يا محمد يا راهي واش عجل يا محمد راهي ياكل زوج كيلو لا لا مش عجل ياكل 3 كيلو ربع ياكل يرطل وكيبقى ولا شهرين تعطيلو واش مال دواك اللي تموت واللي تسرق واللي تنطلق هذا العام تاع الموالة 2015 رب العالمين الناس خلاه مربي دجاجات مربي دجاجات صلي على النبي حنا شوف الموال حليلو وشري حليلو هاي لا لا ما هذا العام هذا تاع مواله هذا العام تاع مواله هذا العام تاع مواله يوم لكم ويوم عليكم هذا هذا اليوم تاع موال الخاله يمكن يدسوا بيا تحت كما شفتوا مشاهدينا الناس تداولت الفيديو بكثرة وحبت صراحة هذا الموال ولهذا عملت لكم جولة على التعليقات كما ياسين اللي قال لك قول الحق ولو كان مرا الحمد لله مازال كاين رجال ونور الدين اللي قال كلمة الحق في زمن كثر فيه الباطل وحسين اللي قال بارك الله فيك وجزاك الله خير جزاء وفريدة اللي كتبت الناس اللي تحب الرزق الحلال ربي يبارك فيه
نذهب مشاهدينا وإياكم إلى خبر آخر. طلبة جزائريون يفوزون بالمرتبة الأولى في البطولة العالمية لمسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي نظمت في الصين، ونحن بدورنا نثمن مجهودات هؤلاء الطلبة، وإن شاء الله يكونوا قدوة لغيرهم، وبلدنا الجزائر دائما تكون في أعلى المراتب. التعليقات كانت كلها فخر واعتزاز بمثل هؤلاء الطلبة، وئام اللي علقت مبروك علينا هذا الإنجاز، فعلا تحية خاصة لكل من عمل بجد وشرف الجزائر والعرب والمسلمين. وسامي اللي قال بارك الله فيهم، وباديس اللي اكتفى بقوله ألف مبروك. مشاهدينا، جولتنا معكم في عالم الفضاء الافتراضي خلصت، ولكن كما عودناكم نروح بكم في جولة لشواطئ الجزائر. الجولة اليوم إلى ولاية وهران التي تحتضن العرس الأورومتوسطي في طبعته 19 بحضور 26 بلدا وأكثر من 3000 رياضي. جولتنا ستكون في شاطئ مداغ الذي يشتهر بمناظيره الطبيعية والغابية المبهرة والجميلة، هو ما يشهد توافد الكثير من الزوار والسياح للشاطئ في فصل الصيف. تحيطه الجبال من الجهة، رماله ذهبية تتميز بالنظافة، أما مياهه تتميز بالصفاء، وكل من يشاهده ويسبح فيه يظن أنه يسبح في مياه المالديف. وبهذا مشاهدينا وصلنا لنهاية عدد اليوم من ميديا تولك، ولكن قبل كل هذا نذكركم بأن ميديا تولك برنامجكم اللي يرصد الأخبار والفيديوهات والصور اللي تصنع الحدث على منصات التواصل الاجتماعي، فما تنسوش تشاركونا صور فيديوهات وتعليقاتكم تاني على منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة. شكرا اللي تبعتونا، ابقوا أوفياء لبرامجنا، نلقاكم غدوة إن شاء الله على نفس القناة وبنفس التوقيت، مع السلامة.